السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم في تغطية للساحل الشمالي لمدينة باكو، منطقة جدا جميلة أشبه ما هي إلى شرم الشيخ، منطقة رائعة تحتوي على الكثير من الأكتيفيتي للأشخاص اللي يحبون بحر سباحة، هاي راح تكون جدا مناسبة لهم. بداية نتوجه 30 كيلومتر إلى الشمال من مدينة باكو حيث تقع هذه السواحل والتي افتتحت حديثا والتي تحتوي على الكثير من المشاريع، المطاعم، كافيهات والكثير والكثير من الأماكن الترفيهية. المشروع جدا جدا جميل، عبارة عن فلل ومنتجعات على طول الساحل. طبعا ذني الفلل إذا تشوفيهم بس بمسافة خاصة يعني معظمها كلها مبيوعة. هذا المجمعات اللي ورا وهذني شاليهات في هذه المنطقة، مشروع ضخم وجدا جميل. أما عن موضوع السكن فوفرنا لكم خيارين في هذه المنطقة، الخيار الأول هو السكن داخل الفندق والخيار الثاني هو السكن في الوايت فيلا. طبعا الفندق يحتوي على العديد من الغرف، مساحاتها جيدة جدا، أيضا تحتوي على وجبة إفطار راح تكون شاملة، وإطلالات هذه الغرف بصورة عامة تطل على المسبح الداخلي لهذا الفندق والخاص بالفندق، من عدا مجموعة من المسابح الخارجية اللي راح نشوفها في التقرير في وقت لاحق. أما بالنسبة للخيار الثاني اللي هو وايد فيلا، طبعا هذه مجمعات ووحدات سكنية مستقلة، تكون مساحاتها أكبر كمساحة وفيها خيارين، الخيار أنه تختار غرفة وصالة أو غرفة استوديو، هي تكون غرفة. طبعا كل مبنى أو جزء من هذه الفلل يحتوي على مساحة خاصة أو حديقة خاصة بإطلالة ممكن تجلسون بيها، وتكون هذه الحديقة مغطاة من الجوانب بحيث أن تأمن لكم نوع من الخصوصية. طبعا لجميع الأشخاص اللي راح يسكنون في الفلل أو الفندق تتوفر أساور خاصة تمنحكم صلاحية الدخولية للمنطقة الخاصة أو البلاج الخاص بهذا المجمع. طبعا الأشخاص اللي يجون من الخارج يكون هذا الموضوع لهم مدفوع. يتوفر في هذا البلاج الكثير من المسابح، مجموعة من 3 مسابح كبيرة من عدا ألعاب للأطفال والكثير من الأماكن الترفيهية داخل هذا المكان. المكان جدا رائع، المكان فعلا يوفر خدمات وتحس انه مهتمين به، المكان جديد. طبعا الأشخاص اللي يحبون يشيشون، الأشخاص اللي يحبون يجلسون على البحر في جلسات خاصة راح تشوفوها ويانا في التقرير، هذه كلها راح تكون من ضمن الأسوار اللي راح تاخذوها من خلال سكنكم بهذه المنطقة. وطبعا على الساحل البحري هناك الكثير من الاكتيفيتي اللي ممكن انتم تسووها، يعني ركوب جيت سكي، ركوب البنانا، المنطاد، الكثير من الاكتيفيتي، اضافة الى انه البحر في هذه المنطقة هو من انقى السواحل اللي موجودة في اذربيجان. Thank you.
طبعا المنطقة تحتوي على مجموعة من المطاعم المختلفة واللي تقدم مجموعة من الأطباق المختلفة حسب أذواقهم. هذا مطعم أسماك أكل بحري طبعا. تكون كل شيء أنواع السمك أنواع كل شيء موجود هنا. والله هذه هي كتر شوي ليمون شوي صوص. شكرا يا اخي الكريم. تيستي. بعدنا بيها شباب لسه جالسين بالمطعم وقاعدين، بس خلي أرويكم إنه بالمنطقة تلقون هواية اكتيفيتي يعني مثل هذا اللي تشوفوا هناك مثلاً. التنقل كله بهذا العربات، كافيهات، مطاعم كلها مفتوحة، عوائل تتمشى مثل ما تشوفون. هذه هم ملعب مال الأطفال.